أستاذة منى ذو الفقار. الأستاذة منى ذو الفقار، كريمة البطل صلاح ذو الفقار. العميد طيار أيمن محمد عديل قايد، نجل البطل محمد عديل قايد، قائد بلوكات النظام بالسويس أثناء المواجهات. السيد عبد الرحمن فاروق أبو زيد، حفيد البطل الشهيد أبو زيد أحمد رزق. إن مشاركة أسر الأبطال لنا هذا اليوم المجيد يؤكد أننا على الطريق الصحيح، طريق العطاء والفداء، وأن وزارة الداخلية كانت وستظل على قدر المسؤولية. الجمع الكريم، بينما الأرض تحبو في حضارتها كانت على النيل أهرام هنا تقف. السيد رئيس الجمهورية، لقد واجهتم والشعب المصري من حولكم التحديات الجسام بكل عزم وإصرار، وانطلقتم لتنفيذ المشروعات بحكمة واقتدار، وأكدتم للعالم بأسره أن مصر ليست أمة حالمة ولكنها أمة قادرة، قادرة على التحدي والصمود. وكانت توجيهاتكم للشرطة المصرية بأن تحفظ لمصر مجتمعا آمنا مستقرا، وكان عهدها الوفاء والإخلاص في الأداء بعقيدة راسخة وعزيمة ماضية، حتى تحققت الإنجازات في شتى القطاعات الأمنية. شعارها نحن لن نترك